أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد أهم العناوين. من موقع الهيئة نت، لجنة الهجرة والمهجرين تعترف بسرقة 90% من الأموال المخصصة للنازحين. ومن صحيفة المدى، العبادي يجري أول اتصال هاتفي مع مسعود بارزاني منذ الاستفتاء. من موقع كتابات، تقرير: انتشار المخدرات في الأنبار مخيف وتتفشى بين الجامعيين. ومن موقع الجزيرة نت، النظام يمطر سكان دوما بالغازات السامة. ونتابع من موقع العربي الجديد، إسرائيل تعمدت القتل واستخدمت أسلحة محرمة بمسيرات غزة، 29 شهيدة. من صحيفة القدس العربي، نائب رئيس البرلمان الإيراني يدعو لفرض قيود على أحمد نجاد. وأخيرا من صحيفة الحياة، روسيا تتهم جيش الإسلام بالتصعيد وتتحدث عن انقلاب على دعاة التفاوض. أهلا بكم. في قراءة بدفتر الأمراض المزمنة لاحتلال العراق، كتب حامد الجيلاني في العرب اللندنية عن هذه الأمراض والأخطاء الجسيمة، حيث يقول: اليوم بعد 15 سنة على غزو الديمقراطية الأمريكية لبلاد الرافدين، يتمنى العراقيون أن تطول أعمارهم لتتسنى لهم رؤية نهاية عملاء الاحتلال ومشاريعهم التي شوهت وبدم بارد تاريخ النظام السياسي. وإذا جاز لنا أن نصف 9 أبريل عام 2003 بيوم ولادة جسد الاحتلال الأمريكي للعراق، فإن ذاكرة كل يوم من 9 أبريل بعد عام 2003 تؤكد لنا نمو واكتمال مضمون الاحتلال الإيراني في ذلك التكوين الغريب من شكل الاحتلال القادم من خلف البحار والمحيطات. الولايات المتحدة الأمريكية لم تسلم العراق إلى إيران بعد الاحتلال، بل سلمته إلى قادة وأحزاب وميليشيات وأفراد تابعين بالمطلق إلى المشروع الإيراني، وتعهدت لهم بإسقاط النظام السياسي بالاحتلال المباشر والتواطؤ الفاضح في إدامة الحصار على العراقيين. رغم أن العملاء قدموا أنفسهم لأمريكا كقوى سياسية خائبة لا حول لها ولا قوة في تغيير النظام وفاقدة لأي برنامج لإدارة الدولة أو حتى برنامج مسبق يحفظ لهم بعض كرامة، ولو بالتوافق مع القوات الأمريكية لتقديمهم كقادة عراقيين لدولة عراقية ولو محتلة. الهروب المدل للحركات والأحزاب السياسية المذهبية والطائفية من العراق إلى إيران كان إشارة مبكرة لاختيار التعصب الطائفي الذي يعلو على المواطن، لكنهم كانوا تلاميذ صغارا في مدرسة التربية الطائفية الإيرانية تلقوا فيها علومهم في الإرهاب ضد أبناء جلدتهم في معتقلات الأسر، وحملوا السلاح ضد جيش العراق في تدريب مستمر استعداداً ليوم الاحتلال المشين. 15 سنة على الاحتلال الإيراني للعراق بحكوماته المتعاقبة التي لم تغادر قرارات الحاكم المدني لسلطة الاحتلال الأمريكي بول برايمر. يختم الكاتب: الاحتلال الأمريكي للعراق وبتوصيف إدارة البيت الأبيض له فيما بعد بالخطأ أو بالغلطة الاستراتيجية، يبين التعتيم المتعمد لسلسلة من الأخطاء المتعمدة بعد الاحتلال أدت إلى تكون كتلة كبيرة من الخلايا السرطانية الإيرانية، والتي تفاعلت بدورها مع غلطة أمريكية هجينة عن العراق والمنطقة. كتب عدنان حسين عن قصة السائق الكردي الذي التقاه في أربيل، وهو يشرح كيف عانى الموظفون وسواهم من هذه العقوبة القاسية غير المبررة. لفت نظري إلى أمر وصفه أنه كلش زين، أي جيد جدا. قال إنه برغم عدم تسلم الموظفين لرواتبهم لفترة طويلة،
لم يلجأوا إلى أخذ الرشا وابتزاز الناس لتأمين مستلزمات حياتهم وعوائلهم، عكس ما يحدث في بغداد على الرغم من عدم انقطاع الرواتب. ففي بغداد والمدن العراقية الأخرى، الرشوة والسرقة من المال العام صارتا من الممارسات الروتينية في الجهاز الإداري للدولة، مع أن موظفي هذا الجهاز يتقاضون رواتبهم المجزية شهرياً، ولم يحصل لهم انقطاع برغم الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد في السنوات الأخيرة، وبخاصة انهيار أسعار النفط واحتلال داعش والحرب ضده التي دامت 3 سنوات. بل إن الأكثر فساداً في جهاز الدولة هم في الغالب الموظفون الأرفع في مناصبهم ورواتبهم، مدراء ومدراء عامون ووكلاء وزارات ووزراء ونواب ومستشارون وسواهم. من المفارقات أن حجم الفساد في بلادنا يتناسب طردياً مع حجم ما يتقاضاه موظفو الدولة من رواتب ومخصصات. وما دمنا في سيرة الفساد والفاسدين، فإنك في أربيل تسمع من زملاء المهنة القادمين من الموصل قصصاً عجيبة غريبة هي الأخرى عن هذه الممارسة الدنيئة. يقول الزملاء الموصليون مثلاً إن معظم كبار ساسة المحافظة داخلون في منافسة ضارية هذه الأيام، ليس فقط على مقاعد مجلس النواب القادم، وإنما أيضاً على أعمال إعادة الإعمار في المحافظة، لا بقصد السرعة والكمال في إنجازها بل لغاية أخرى. يضيف الكاتب: كل السياسيين في الموصل واحد منهم قد حدد لنفسه أو بالأحرى لشركته حصة من هذه الأعمال، فأن عهد بها إلى شركته كانت خيراً على خير، وإلا فلا يتورع عن الوقوف في وجه عملية إعادة الإعمار. لا يهمه إن كان الأهالي الذين يحرصوا في وصفهم على وصفهم طبعاً في مقابلته التلفزيونية بأهلي قد عادوا ليعيشوا في بيوتهم المدمرة مع بقايا الجثث من العمليات الحربية ومع العبوات والقنابل التي لم تنفجر بعد، أو أنهم ما زالوا في مخيمات النزوح يعيشون ظروف غير الإنسانية القاسية. قسم المشهد السياسي الذي نراه اليوم المجتمع العراقي إلى 3 أنواع: الأول من حسم أمره بالتصويت لصالح ائتلاف معين، والثاني من قرر عدم الذهاب إلى صناديق الاقتراع، فيما ظل النوع الثالث مترنحا متذبذبا لا يعلن أو لا يعرف رأيه حتى اليوم بسبب التأكيدات على تزوير الانتخابات، وذلك بحسب ما جاء في مقال للكاتب أحمد عبد الصاحب في مقال بصحيفة الزمان العراقية. الأحزاب الحاكمة قد طورت أو ابتكرت أساليب عديدة للتلاعب في عملية الانتخابات لغرض تحقيق مقاصد غير التي ترجى في الانتخابات الديمقراطية، وعلى رأسها الحصول على الشرعية أمام الجماهير والتخفيف من حدة الضغوط المطالبة بالإصلاح واحترام حقوق الإنسان. لا يمكن الفصل بين الانتخابات الحرة النزيهة والديمقراطية، فبدون الثانية لا يمكن للأولى أن تعيش أو تتسيد الموقف، ولا يمكن أن تختزلها ما دامت هي آلية للاختيار وتتطلب شروطاً أهمها وجود برنامج انتخابي لكل حزب أو ائتلاف يعرفه الجميع، وإفساح حرية التعبير وتشكيل مؤسسات مستقلة. العراقيون يرددون اليوم شعاراً طالما صدح في أغلب حناجر الباحثين عن وطن حي سليم، لا نريدها ديمقراطية لا تسمح بحكم إلا من ترتضيه، أي أننا نرفض أن تكون العملية الديمقراطية مشوهة لا تخدم إلا نفراً قليلاً من المستفيدين. إننا لا نريدها كما يقولون انتخابات فلكلورية لا تنتج الديمقراطية والحرية وحقوق المواطن الحقيقية التي تجعل من الفرد أي فرد شريك في بناء وطن يسعى الجميع إلى إسعاده. يكمل الكاتب: الجميع محقون في تلك المواقف والتأملات والتراجعات ما دام النوع الأول قد بنى أمله على سفينة ذلك الحزب أو الائتلاف التي تدنو من ساحل الوطن وهي محملة بأطنان من الوعود. أما النوع الثاني فقد هزته مشاعره من تصرفات وسلوكيات بعض الحكام
خلال السنوات الماضية التي لم تحسم مسألته أو تلتفت إليه، فيما يبقى النوع الثالث تحت تأثير التفكير أنه لن يكون صدى لأعوام مضت، وأنه لا يحبذ خسارة صوته كما جرت العادة. النظام السوري تحالفه استراتيجي مع إيران، ليس على أسس أيديولوجية بل سياسية بامتياز، فلا تعني الشيعة أو التشيع له أو لإيران أكثر مما تعنيه الديمقراطية أو الشرعية لبوتين، وبخصوص داعمين النظام الأساسيين روسيا وإيران، على الرغم من تناقض مصالحهما أو توافقها أو تنافرها، إلا أن تحالفهما الاضطراري هو السائد والمستفيد الأساس منه في بقائه هو منظومة الاستبداد، ولن ينزاح هذا الحلف غير المقدس عن كاهل السوريين إلا بفعل دولي وبرباطة جيش وعمل دؤوب وعقل سوري، وذلك بحسب الكاتب يحيى العريضي في مقال بصحيفة العرب الجديد. وهكذا هو الحال مع السوريين، أي حقائق يمكنهم الاستفادة منها لكي يعيدوا بلدهم إلى الحياة ويخلصوه من براثن هذا الوباء؟ ليس اختراعاً أو اكتشافاً القول إن هذا النظام يكذب كما يتنفس، أناني متوحش، يسجن يشرد أو يقتل من يقول لا. السوري الرمادي تحت المراقبة والخوف الموالي العبودية المطلقة أو يلتحق بزميليه. السوري متيقن أن النظام الذي لم يوفر سلاحاً إلا واستخدمه في معركته على السوريين ولن يتردد باستخدامه ثانية، فلا يزال شعار أحكمها أو أدمرها هو الأثبت بكل ما فعله أو سيفعله. يدرك السوري أن خدمات هذا النظام بلا حدود للأقوياء وعلى حساب أي مبدأ يرفعه ويتبجح به. محتل الأرض إسرائيل هو سر بقائه، خدم أمريكا في كل وساخاتها في المنطقة كأجير أمين، والأمر ذاته تجاه مختلف أجهزة المخابرات العالمية. يضيف الكاتب: هناك 12 مليون سوري اقتلعوا من بيوتهم وتبعثروا في أصقاع الأرض، لم يتبخروا ولا تزال سوريا الحرة عنوانهم، وعودتها إلى الحياة حرة من القمع والاستبداد هو مطلبهم بحسب الكاتب. تبقى إيران أخطر لاعب يهدد استقرار المنطقة العربية ومستقبلها مهما بلغ شأن دعاءاتها حول تحرير الأراضي المحتلة والقضاء على إسرائيل، في ضوء واقع سياسي لطهران الإقليمية وتوسعها الجامح راهنا في هذه المنطقة منذ 7 سنوات في الأقل. لم يعد ممكنا لأي عاقل أن يصدق هكذا الدعاءات، وذلك بحسب مقال للكاتب مصطفى كركوتي في صحيفة الحياة. اللعبة واضحة مثل نور الشمس، إذ لم يعد هناك ما يمكن حجبه عن العين المجردة، سيما الدور الإيراني الخبيث على طول الخط الممتد من العراق وسوريا ولبنان عبر الخليج ليصل إلى اليمن، حيث الخاصرة الرخوة والحيوية للسعودية. هناك الآن كوارث ومآس بشرية وعمرانية في هذه المنطقة غير مسبوقة في العالم منذ الحرب العالمية الأخيرة، فمنذ التوقيع على اتفاق الملف النووي مع الدائمي العضوية في مجلس الأمن وألمانيا، من فك مسؤولو الحرس وصقور السلطة يرددون علناً أن هدف إيران في النهاية هو تأسيسها كمركز للقوة الضاربة في المنطقة. إيران ولاية الفقيه لم تقدم لشعوب المنطقة تجربة واحدة ناجحة كي تفوز بتأييد وترحيب هذه الشعوب. ما هي نماذج الحلول التي قدمتها إيران لبلدان المنطقة؟ النموذج السوري أم العراقي أم اللبناني أم اليمني؟ كلها نماذج تثير الهلع ولا تبشر بأي مستقبل مزدهر لسكانها. منذ ذلك الحين وإثر قرار الرئيس السابق باراك أوباما الانسحاب من المنطقة في فترة رئاسته الثانية، ليس هناك ما يرجح عودة الولايات المتحدة إليها في أي دور فعال. فعلى الرغم الدور التدميري المباشر لإيران، أكان في اليمن بدعم الحوثي أو في سوريا بتوفيرها خط الحياة لحكم الأسد في دمشق من دون انقطاع، لم يصدر أي موقف أمريكي ذي معنى ضد التدخل الإيراني بحسب الكاتب.
يمكن القول إن مسيرة العودة الكبرى تشكل نقلة نوعية في السلوك الشعبي الجمعي إزاء قضايا عديدة تخص راهن القضية الفلسطينية إجمالاً وأنساق المقاومة المختلفة، ووقع وئام أو انقسام للفصائل الفلسطينية والتنظيمات في قطاع غزة، وليس فقط الحصار الإسرائيلي والراهن بحسب ما يرى الكاتب صبحي حديدي في مقال بصحيفة القدس العربي. والحال أن رد الفعل الإسرائيلي الدموي والفاشي الصريح أعاد صورة العنف الفعلي الأبشع إلى حيث يتوجب أن تظل دائماً، أي عند سلطات الاحتلال التي لا تتردد في استخدام الرصاص الحي ضد مدنيين عزل، شيوخ ونساء وأطفال، قبل الرجال والشباب يتظاهرون سلمياً على أرض فلسطين. ورغم كل ما تملكه دولة الاحتلال من وسائل في إشغال الرأي العام العالمي عن جرائمها، بل قلب تلك الحقائق أيضاً فضلاً عن التعتيم عليها، فإن الجولة انتهت هذه المرة أيضاً لصالح السردية الفلسطينية أخلاقياً أولاً ثم سياسياً وحقوقياً تالياً، وهذا درس ثالث. ويبقى رابعاً ألا مفاجآت خاصة اكتنفت مواقف الغالبية الساحقة من الأنظمة العربية إزاء انطلاق واستمرار مسيرة العودة الكبرى حتى في المستوى المعتاد الذي يدرف دموع التماسيح على الشهداء والجرحى أو يدين العدوان ويستصرخ الأمم المتحدة. يضيف الكاتب: نجاح الخيار النضالي السلمي في غزة وتجميد خيارات أخرى عسكرية أو عنيفة وإن بصفة مؤقتة وضمن الإطار الراهن للمسيرة وحدها، الأمر الذي قد ينعكس لاحقاً في حوارات فلسطينية حول واقع المقاومة بصفة عامة وآفاق العمل الوطني العريض ومشاريع المصالحة، وربما طي خيارات سابقة كانت فاعلة في الماضي وبات من الضروري اليوم تطويرها أو تجاوزها. مشاهدي قناة الرافدين الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيلسات على التردد 11142 عمودي، وعبر القمر الصناعي نايلسات على تردد 1238 أفقي. ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت. من المفترض يشهد عالم الاستخبارات وتقنيات التحقيق طفرة كبيرة خلال السنوات المقبلة، وذلك بعد أن توصلت التكنولوجيا الحديثة إلى ابتكار جهاز يعتبر الأكثر قدرة على استقراء الدماغ واستكشاف ما يدور في عقل الإنسان من أفكار، وهو ما يعني أن البشر لن يعودوا قادرين على إخفاء أسرارهم قريبا. وطور علماء الآلة لقراءة ذهنية يمكنها ترجمة أفكار الأشخاص وعرضها بشكل نصي فوري، وذلك بمعدل دقة يصل إلى 90% أو أكثر. طبعا هذا الكلام بحسب تقرير نشرته جريدة ديلي ميل البريطانية. ويقول العلماء إن الآلة تعمل من خلال تفسير الحروف الساكنة في أدمغتنا، ويعتقدون أنها أيضا قادرة في يوم من الأيام على مساعدة المرضى الذين يعانون من ظروف لا تسمح لهم بالتحدث أو التنقل. ويدعي العلماء أن الآلة قادرة على استخدام كلمات لم يسمع بها من قبل. والآن دعونا نتابع الكاريكاتير.
وفي الختام مشاهدينا الكرام، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.